علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا على هذا الموضوع بقولها إن قرار السلطات في كوسوفو بالبدء في تطبيق قواعد تمييزية غير معقولة بشأن الاستبدال القسري للوثائق الشخصية وأرقام تسجيل السكان المحليين الصرب، وهو خطوة أخرى نحو طرد السكان الصرب من كوسوفو. وأضافت زاخارفا أنه من غير المقبول أيضا طرد مؤسسات صرب كوسوفو التي تضمن حماية حقوق الناس والسكان، وأن هذا الأمر غير معقول. بدوره قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري أنه تم تفادي تفاقم الصراع وصربيا وتم تأثير